2020 الفقرة الثالثة تنص على أنه سيسن المجلس الوطني تأسيس أيضا قانون ينظم القضاء ويقدم إصلاح المنظومة القضائية. وبالتالي نقول أنه ليس مجال هذا القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي أنه ينظم في إصلاح منظومة القضاء الشاملة، ومن ذلك أنه اللجنة نفسها في إطار الفصل 22 لم تصوت في أغلب أعضائها على مسألة إلغاء بعض الفصول من القانون المؤرخ في 1969 المتعلق بالقضاء. لابد من أن يحظى بأكثر عدد من التوافق. سعينا في إطار اللجنة أن نعمل لقاءين مع رؤساء المختلف، لقاءين يدوم حول أن نجمع فيهم معظم الآراء وتقدم فيهم وجهات النظر. إن شاء الله الجلسة العامة تكون أيضا تدل لهذه التوافقات، المشروع يرضي جميع الأطراف، يكون مطابق للمعايير الدولية. نأمل أن المعايير الدولية تطبع عليها، هل هي ترتيبة مخططة أم ترتيبة مرتبة؟ استقلالية القضاء، مسألة القضاء هل هو سلطة أم قطاع؟ نشتغل في هذه المسألة حتى يكون اختيارنا اختيار مبني فعلا على قواعد علمية ومعايير دولية دقيقة. سيدة المقررة عن الأنصحاب تفضلي. المشروع اللي بيدينا هو ليس مشروع الحكومة، هو مشروع اللجنة، واحنا عندنا في المشروع السابق خسرنا يعني بعد خسرنا فصول وخسرنا نقاط في متناقشنا فيه فصل